امين الله يخليك ستوبلا سام في بليزير ميرسي دو ريان انت بيعرف شرب شويه الماء نكملك هاك خويا صايب الويفي ما خدامش هيك لا كاين الويفي لا كارت لي ما خدامش اون توكا جي دو كاش عبد الله اللي حطتني في هادشي كامل كانت غتجي وزد قد ما جاياش واحد سبعة ثلاثة جوج وهاد المرة اللي ما قدرش على العرضة ما تبقاش تقاس بون سواغي ميرسي امين دير اللي بغيت انت تو فيغ بليزير في تو بليزير يا اوكان بروبليم حتى انايا جي فيكو سات سيتوياسيون باش تخلي شي واحد يسيف عليك مو شوي با داكور المهم جو تو ليس جي ان تروك ا ريغلي من ورا هادشي اللي طرالي اليوم هادشي محال واش غيتعاود جيسبيغ بيان نشوفوا هاد الكيشي ان شاء الله بلاتي نسول لاكارت ديالي اخر مره انا ما صدقاش ما بقاوش كندورو على البنكات في دلي اصبر حمادة هاد العام ما داروا والو لي كونت ديالو ما فيهم حتى ريال كاش حتى ريال بقى حتى شي حاجه ما بقى حتى حاجه مازال لي فري والكوميسيون مازال ما مخلصينش شفت تخربق علينا الفلوس كلها مشات في عام واحد كمال انا وياك شادين الحساب اين حساب شادين حنا يلاه باغيين ناخذوا الاستوديو ديال السلاوي استوديو السلاوي فلا على راسك ولا مالك كمال اذا ما خديناش استوديو السلاوي غياخذوا السيزي الله يرحم الوالدين امين واش حنا في مشكل كبير ديال الفلوس ما كاينينش وانت تتفكر لي في استوديو ديال السلاوي كان عليكم تفكروا في استوديو السلاوي قبل ما تبداو تتفرقوا فلوس وتشريو الطوموبيلات والحوايج خاص الخدمه يلا
ديك جبتي الحوايج كاملين وسير للدار رجع للدار. واش مقلق مني؟ ما مقلقش. لو درت لك شي حاجه وما قصدتش اسمح لي. ما درتي والو رجع للدار. واش باغي تفك مني ولا شنو؟ سمح لي سير فيك وقت الدواء ديالك. فين كنتي؟ عرفتيني كنجي غير وقت الدواء سير فيك. ولكن انا مريض خاصني الدواء النهار كامل. سعداتك بغيت نقول سعدات واللي صيفطتو لهنا باش تهلاو فيه. هادي اللي شويه اللي مشيتي في حياتك للدار. سمحي لي المهم حالته مزيانه دابا؟ لا الحمد لله سي رفيق حالته غادي وكتحسن. مبرصكم شويه الوليد؟ بالعكس سي رفيق ضحوكي وظريف. والله الا ترجع فيها الروح انتينا صحابي تيقولوا لي وارت عليا الظرافات. انت الظرافات من جاتك هذيك الظرافات منين؟ من عندك منين جاتني؟ فين عمرك كنتي ظريف؟ وليد واحد دقيقة اسمحي لي. سلاوي سمح لنا بزاف بعنا كل ما عندنا ولكن ما قديناش نجمعوا الفلوس كاملين. علاش مبرزتين روسكم؟ راه كانوا الفلوس ولا ما كانوش انا راه ما خرجتش من هنا. ابو سلاوي غيجي البوليس يخرجك ما بغاش نشوفك في هذه الحاله. شوفوا حماده والله واخا يخرجوني ميت لا خرجت من هنا. اش تقصح راسك؟ قلنا لك راه جمعنا الفلوس وما كفوناش. امين مسكين راه باقي تيتقاتل يجمع في الفلوس. الله يرحم الوالدين جمع حوايجك وخرج بعزك. عارفين تسكت سد فمك شويه صافي كنت تعصب فيه. ندوز عليك على وجه هاد الدراري. وشنو نكذب عليه؟ نقول له راه غنخلصوا لك الكريدي وحنا ما عندناش الفلوس كاملين. دبرنا فشي تخلويضه كامل هادي هي خدمتك. المخزن ما معاش التخلويض. المخزن معاه المعقول وماشي خدمتي التخلويض. خدمتي ماناجر. ولا شفتي مع مول الكرا نيغوسي معاه. تعرفش انا مول الكرا اجي العساس ديالك يكون عنده نمره التليفون ديالو. سير شوف اجي بعد سي با نورمال صنع السلام عليكم. بغيتك فواحد الهضره الله يرحم الوالدين. شخص الخاطر اسيدي شخص الخاطر. انا هو المانجر ديال داك الجروب حلم الدراري اللي تيغنيو زوينين فنانين لطيفين الله يعمرها دار. فين المشكل؟ بغيت نهضر معاك على المشكل اللي عندك مع السلاوي. لحقاش بغينا نسجلو عنده. انا ما عندي حتى مشكل انايا. انا غير هذاك السيد ما بقاش بغى يخلص لي انا الكلا ديالي وانا المحل ديالي بغيت نبيعه. فين كاين المشكل؟
شوف اسيدي، حنا جمعنا لك النص ديال الفلوس، النص الاخر صبر علينا واحد شويه. قولي بعدا انت اسمك، اسمك انت اسمك الله. انا سميتي كمال. وسيدي كمال راه حتى انا فنان بحالي بحالكم وبحال هذاك السلاو، ولكن نضيع انا في رزقي سيدي كمال. عطينا غير 6 شهور ولا 7 شهور. 6 شهور؟ وراه 10 سنين وانا كنتسنى. شهر شهر ما نفوتوش. تسنى تسنى نقول لك واحد القضيه، هي بيناتنا شتي، راه القاضي حكم عليه بالافراغ باش يفرغ ليا ما كان بلا نقاش ولا والو. في نضيع لي انا هاد الحساده، فهمتي يا سيدي؟ ايوا شنو الدراري قلتي لي عزاز عليك وتعجبوك وهذا ماشي حشومه عليك تعاونوا باش يسجلوا الالبوم ديالهم؟ ايوا سيدي كمال، هما راه في الحقيقه عزاز عليا، عزاز عليا وعزاز عليا بزاف، وعزاز عليا انا الفنانة بدون استثناء. ولكن احبي باش انا نضيع انا في رزقي، كيف نظرك واش نضيع انا في رزقي؟ بتصور انت هاد المسألة هادي. صافي راه الفنانة الله يحفظهم جميعا، ولكن نضيع. واخا اسمح لي، بارك الله فيك. الله يعاونك. كمال سولو سولو، واش لقى به؟ ها؟ شنو دارو؟ شنو؟ لا ما كاين والو. باين لقيتكم هنا حمادة، اجي معايا بغيت كل شي حاجه. ويلا اجي. انا ما نمشيوش معاك. لا امين ما تقلقش، ان شاء الله غادي نلقاو الحل باش نرجعوا للاستوديو. ماذا ما لقيناش؟ لا ما لقيناش، غادي نلقاو استوديو اخر. واش نسيتي؟ مادام حنا مجموعين حتى حاجه ما غتقدر تغلبنا. اللي كيبقى فيا هو كيسحب لكم انا هادشي كنديرو لراسي. بغيتي تعرفي علاش انا كندير هادشي؟ علاش؟ تقدري توصلي لنا واحد البلاصه؟ غادي يلا. بغيت نهضر معاك على شي حاجه. شنو؟ ما قلتيش لي انت وغيتا كتبغوا بعدياتكم. دابا انا الطريق كامل على هاد البلاصه باش بغيتي وغيتا كتبغوا بعدياتكم. كنا دابا كل واحد فينا عنده حياته. ايوا هذا هو اللي ما عنده زهر، كتجي الفرصه بين يديه وكيخليها تمشي. بغيتا في الاول كتبان البنادم. لا لا ما كنهضرش عليها، كنهضر عليك انت اللي خلاتك. زعما بيان سور اي بنت منا تكون مع شي واحد بحالك، ظرياف وارتيست وكيحشم ملي شي بنت كتقول له شي حاجه زوينه. قبل نجيك من الاخر الهضره اللي كتقول لي دابا ما عمر شي بنت قالتها لي. بيان سور ما غيقولوهاش لك، ولكن كتعرفني انا اللي في راسي خصني نقولو. راه قولي شنو الحاجه الخايبه اللي ما كتعجبكش فيها. فريمون بغيتي نقولها لك؟ اه. كلشي كيعجبني فيك، كاينه حاجه وحده شويه ثقيل في الفهامه. كيفاش ثقيل الفهامه؟ زعما انا مكلخ دابا؟ ماشي مكلخ، غير ثقيل وصافي. فهمتش. ما داكشي اللي كنهضروا عليه نيت. لا لا بصح بصح ما زعما الا كان شي بنت زوينه كتعجبها وكتصيفط لك لي سينيو انت ما كتفهمش فينا هاد البنت بعدا. ايوا صافي، انت راه ماشي مكلخ،
غير كديرها بالعاني. صراحة كندير بالعاني شوية. واليوم طاحت بنيتي من وراها رجعت نفس الدار نفس القنت ودازت وقالت واش غدا ولا بعدا غنتي سمعتي القاصح البنت واش عارفه الدراري كيخليني باغي نرجع للستوديو شنو زعما باغي تسيب لهم انا البوم ماشي غير البوم انا هاد الدراري ما كرهتش نكتب لهم اكثر ما نكتب لراسي ولا للجروب واش براسك راه البنت تقدر تاكلنا في البوم ديالها الدراري عندهم مواهب كبار ولكن غير ما لاقيش الظروف المناسبه باش انهم يبانوا حتى انت تنسى لك ظروف صعيبه هادشي علاش انا باغي نسهل الطريق لهاد الدراري كتهضر بحال شي بروديكتور كبير زعما واعر راه من ديما كنفكر بحال هكا يلا نمشي داري كامل فين كيدير فلوسه شوف تندوش حتى نساليو نعيط لك جبار يلا صاحبي معلم دابا يلا جبت لكم نجرب العدد نيسونس ديالو محال كمال ماشي مكلف حتى الدرجة صافي دابا ما نصدقاش راه باقي نجوج الفرص وحدين اخرين يلا ما خسر والو جرب 20-05 شنو قلت لك يلا المحلل النفسي لقى لينا الكود تفرسه كمال منه ولا غيدير شي كود باين ولكن انت ما تقدرش تطيح عليه النمره تاع الفيلا مثلا 04-06 مثلا اجي واش كتعرف لا دات ديسونس ديال البابا لا
لا ما كنعرف صباه، ولكن كنعرف واحد السيد يوقع اللي وقع كمال ما ينساهاش. شكون هذا؟ مارادونا. حماده بلاتي، راه المحاوله الاخيره ديالنا، غتغلط غتبروك على كار. سالي يا ناري على مجرم والله انت عرفتو. يلا نشوفو الصلت. امين كتيقش فيها انا. الدراري علي مزيان فاش لقيت كولر مالك زي كتغوت شكاين؟ ما لقاش فيكم شي واحد لاكارت ديالي. لاكارت؟ علينا كارت كتسول؟ لاكارت ديال البنك، لاكارت كيشي. جي محيح صاحبي من الزنقه كنسحابهم بدول لاكارت ناسيونال. اللي لقى فيكم لاكارت ديالي رجعها ليا. ومالك مخلوع؟ على حسب ما كنعرف ما عندك حتى درهم في هذا الكونت. عطيني لاكارت ديالي. وليتي كتفيبري. ياك ما جمع شي حصيصه. ديال 10. ناس على الفلوس مخلينا حنا كنتقاتلوا. ترى ما عندي حتى ريال. كمال. لقينا الكود. والله شي واحد فيكم يكون قاس ليا شي ريال حتى نتفاهم معاه. شوف حنا راه ماشي شفاره، غتخلص بخاطرك. هاد الوقت كامل وما عمر شي حد فينا ما خبى شي حاجه على الاخر، وانت هاد السنين كاملين وانت كتجمع في الفلوس وما قايل والو. كمال اذا بغيتي تبقى ماناجر ديالنا غتشري استوديو ديال السلاوي. شنو زعما دابا زيرتوني؟ إلا بغيتوني نشري استوديو ديال السلاوي غناخد فيه 50%. خمسين في المية تخلص بها بلاصتك في الكرو. شنو؟ أنا غنخرج والو ما نربح حتى شي حاجة. غناخد 25%. كمال سالينا. والله يرحم الوالدين حتى واحد ما يبقى يقرب لي الحويجي. إذا كنت مغني أو فنان موسيقي تطمح في النجوم سنك ما بين 12 و 60 سنة، اغتنم الفرصة الآن وشارك في أورينت فيجن للعمل مع أكبر النجوم والفوز بجائزة مليون دولار. شنو بان لكم؟ مليون دولار شنو نديو لهم الحصيصة هذي؟ انا كبرنا على هادشي يا كامل، ما غاديش نتزاحموا مع الجروبات اللي يلاه بداو. اش باغي تحمقني نتزاحموا؟ هادي راه مليون ديال الدولار، عرفتي شحال فيها ديال الدرهم؟ بالعكس انا كيبان لي البلان مزيان خصنا نديرو. هنا كيعرفونا شويه الناس ولكن برا راه ما كيعرفنا حتى واحد. العز بدا تعجبني حماده. دراري الفلوس ماشي هما كلشي، فيما كانت شي مسابقه خاشين راسنا فيها راه غنبانوا للناس بحال طماعه ولا ما نعرف. علاش ما تقولش غنبانوا لي مع عندنا طموح كنقلبوا العالميه وغنوصلوا؟ هادشي اللي كيعجب الدراري. انا كنقولها لكم غناخذوا هذا الريسك حنا اللي غنجيبوها في راسنا. الله يرحم الوالدين على الاقل صاحبي نبدلوا الطوموبيله. شوف هاد الخرشاشه كي دايره، افكر فيها على خاطرك ورد عليا. هو هذا الدراري سي عبد اللطيف، هادو هما الجروب. انت هو داك المغني؟ وانا. جميل الصوت عندك، جميل جدا ولطيف. انت كنظن ماشي انت اللي كتضرب لا باتري؟ جميل. على هذاك لو جي عندك اخويا لوتي ما باقي عقلت عليك بالله. اش كدير بالضبط؟ شنو كدير؟ انا كنلعب لاباس. لاباس؟ لا لا وليدي تنعرف تنعرف كي تنبصن هو وياك. جميل.
جميل تنتا، كلكم جميلين، فنانة جميلين جدا. سي عبد اللطيف، دابا عندنا الفلوس كاملين وما كرهناش نشريو الاستوديو ديال السلاوي. إوا وليدي غادي نقول لك واحد القضية، هادوك الفلوس كون يمشي تقليتي بهم شي حاجة أخرى، شريو بهم شي حاجة أخرى، أما أنا راه الاستوديو راه ما بقيت غادي نبيعو. أسي الشقرة، المرة اللي فاتت قلتي لي فاش توجدوا الفلوس أجي نبيع لكم. إيه ديك المرة قلت لك جمع الفلوس وأجي نبيع، دابا ما باقي بغيت نبيعش، فين كاين المشكل فين؟ واش لقيتي شي شاري يدفع لك أكثر؟ أزيزي راه ما باقي بغيت نبيعش، واش هتفهم؟ ما باقيش بغيت نبيع، بغيت نود لي أنا المشادة في راسي، ما باقي بغيت نبيعش، واك واك ما بغيت نبيعش. ولكن أسي الشقرة ما عيطينا ما قلتينا والو. إيه ولكن هذا الراجل راه ما عطانيش الرقم ديالو باش نعلمكم، هذا تيبان لي غير تنضيعوا في الوقت. تصنت أوليدي نقول لكم الله يرضي عليكم. أنا راه هاد الحالة اللي درتها راه غير على أساس أنه باش يسلم ليا فلوسي هذاك السلاوي ولا اسمه. الله يرضي عليكم ما تلوموش عليا. يلا مشيو نتحركوا. حمادة خلص معك هادشي. شتي دابا قبل ما تعقل عليا. سلاوي سلاوي رايكم شاهد لا 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 كمال صاحبي بداو ديروا الحس واه انا خلعتيني صحابني هادوك مالي سيزي اللي عاودوا رجعوا كيعرفتي شحال صونيت عليك ما بغيتيش تحل ما بغيتش نحل حتى شي حد اليوم انا قعد قعد جيت باش نقعد جيت باش نديك معايا فين غتديني معاك في الاستوديو في الاستوديو ما تهزلوش الهم الدراري موش ديالك واحد السوربريز اسيدي الا بغيتو ديروا لي شي حاجه جيبوها لي هنا ما يمكنش خصك انت تمشي معانا عرفتي انت بعدا كاع تهضر ما باقيش تدوي معايا اش كتهضر معايا واخا اسمح ليا اسمح ليا تدير معاك فالطات ولكن فاردك وصافي اسمح ليا الا خطات في حقك ولا درت شي فالطه انا متايب والله وصافي يلاه يديك الله يلاه سير بدل حوايج كنت نتسناك شد سلاوي نتسناك برا سلاوي مرحبا بك سي سلاوي كي جاك الاستوديو مزيان صغير وخاصو الماتيريال ولكن تقدروا تسجلوا فيه سلاوي الله يرحم الوالدين الماتيريال ما تهزلوش الهم غادي نشريو وان شاء الله غنصاوبوا شي استوديو كبر من هذا وسلاوي دابا هادشي اللي قدرنا دابا نديرو مو قبل علينا وصاحب شو دابا باقي كيضرب شي حاجه لا ما كنضرب والو ما كتدخل وتخرج في الهضره ما ديش عليه راه غير مخربق شي شويه سي سلاوي حنا وجدنا هادشي كامل باش تجي انت تخدم فيه السلام عليكم سلاوي ناري ياك محرقنا ليه شي فيزيبل دراري واش ما باغيش تضرب واحد مليون ديال الدولار في هاد الكونكور راه يمكن ليكم تربحوا انا باغي كمال راه هضرنا وقلنا ما غاديش نشاركوا في لوغيون فيزيون واش بغيتو تحمقوني هضرنا ولكن ما غيزناش اليوم غنغيزو راه عام وحنا جالسين الناس راه غينساونا وقعدنا نصرف الاول سي فري اون بليس هضر راه يبينكم في الانترناسيونال ماشي في المغرب ما تهمنيش فين يبانو المهم هو مليون ديال الدولار واش عرفتوا شحال فيها ديال الدراهم انا كنظن باللي غير تهضر الحق
نتكونسونطرو على الالبوم ديالنا حسينا. ايوا دابا امين كلشي في يديك. علاش دابا امين كلشي في يديك؟ حيت هو صغير فينا. لا سابيل لا ديموكراسي. حماده وكمال قلتو اه، قلتو علي قلتو لا، دابا بقى كلشي في يديك. شنو يلا نعمل استسلام ونوجدوا راسنا للكونكور وكذا تتعجبك.